السلام عليكم، أنا محمد هنداوي ودي قناة زيتونة زراعية. مشكلة بتحصل كل سنة مع مزارعي القمح، وهي إن القمح بيصفر منك بعد ري المحاياة أو بعد رش الحشائش. بتلاقي القمح لونه اتغير وبدأ يصفر، وبدأت تقلق تقول يا ترى المشكلة فين. أنا هقول لك الأسباب، وهقول لك برضو على الحلول في نهاية الفيديو. حل هقول لك عليه هيريحك في جميع الأحوال. أول مشكلة إن حضرتك بتتأخر على ري المحياة، فبتزود المدة اللي مفروض حضرتك هتروي عليها ري المحياة، وممكن تعدي شهر 30 35 40 يوم، لأن حضرتك معتقد إن بزيادة المدة دي النبات هيعمل عملية تفريع أكتر. عايز أقول لك إن حضرتك بتجهد النبات. النبات في الوقت ده بيبني نفسه وبيتبنى، فمحتاج للعناصر الغذائية، محتاج للغذاء، محتاج للنيتروجين، محتاج للفوسفور، محتاج للبوتاسيوم، محتاج للعناصر الصغرى. فحضرتك بتحرمه من أي وسيلة يقدر يتغذى بيها، وبتبدأ تعطش القمح، فاللي بيحصل إن هو بيجهد منك. دي نقطة فيها مشكلة، إن أنت مفروض تضيف له العناصر الغذائية بعد 20 يوم أو 3 أسابيع أو 4 أسابيع على الأقل. فحضرتك منعت عنه التغذية وعطشته ورحت مرويه مرة واحدة، إيه اللي هيحصل؟ النبات هيحصل له صدمة، وده بيرجع لأن أنت عطشته فترة طويلة. حتى لو أنت شايف أن هو ما عطش منك، النبات محتاج للمية، وخصوصا أن القمح بيزرع في الأراضي الطينية، فأنت لما بتيجي تروي بتروي غمر، فبتديله دفعة مية كبيرة. دي أول مشكلة، أن حضرتك بتغيب عليه في رأية المحياة. وتاني مشكلة، ما بتكون شديته العناصر الغذائية قبل كده لأن أنت حرمه من المية. وتالت مشكلة بتحصل بسبب رش الحشائش. رش مبيدات الحشائش بتأثر بشكل سلبي على محصول القمح، وخصوصا لو القمح كان عطشان. فمفترض ان حضرتك لو هترش مبيدات حشائش يبقى لازم ترشها بعد عملية الري، او على الاقل ما يكونش النبات عندك عطشان، وده بيسرع من امتصاص النبات اللي هو الحشيشة بقى نفسها للمبيد نفسه. ولازم كمان تكون الحشيشة في مرحلة نمو، ولازم تكون العصارة بتاعتها متحركة، فما ينفعش انك ترش الحشائش والنباتات اللي هي الحشائش عطشانة، عشان هي اصلا مبيدات الحشائش بتشتغل على القمم الميريستيمية للنباتات، فمهم تكون القمة دي شغالة وبتنمو عشان تقدر تمتص وتاخد المبيد بتاع الحشائش وتبدأ تموت بسرعة. وده اللي بيخلي الناس بتشتكي وتقول احنا بنرش مبيدات الحشائش ومفيش نتيجة. لازم تقرأ كويس المبيد ده بيترش بعد قد ايه من الزراعة، لان مهم جدا عدد الورق بتاع الحشائش، لان ده بيأثر على النتيجة بتاعت تأثير مبيد الحشائش. فمهم انك ما تزودش الجرعة، ما تقللش برضو الجرعة، ترش والنبات اللي هو الحشيشة ما تكونش عطشانة. طيب اللي حصل حصل، وحضرتك حصلت معاك المشكلة والقمح اصفر منك، سواء بقى بسبب الري الزايد، بسبب انك ما صرفتش الميه. فحتى لو رويت ري زايد، مهم انك تصرف الميه بشكل فوري. حضرتك رشيت الحشائش بشكل خاطئ، يبقى انت وقعت في مشكله. طب النبات دلوقتي حصل له عمليه اجهاد، النبات محتاج ان حضرتك تساعده ان هو يتخلص من الاجهاد ده. هو هيتخلص منه تدريجي، لكن هيتخلص منه امتى؟ هيتخلص منه على مثلا مرور 15 يوم، على مرور شهر. فده هيؤدي الى ان النبات بتاعك او القمح واقف، ما بيتحركش، ما بيكبرش، بينمو ببطء، بيعاني. فحضرتك مهم انك تساعده في المرحله دي باستخدام بعض المغذيات الورقيه. طيب احنا محتاجين ايه؟ محتاجين اول شيء مخلوط من العناصر الصغرى، وطبعا دايما برشح منتج الايفروميكس. ناس كتير خدته وشكرت فيه، وناس بتسألني عنه، يا جماعة منتج الإفروميكس أنا برضو جايبه ومجهزه عشان أقول العناصر الموجودة فيه. موجود فيه كمية عناصر مهمة جدا النبات بيحتاجها. عندك حديد 4%، الحديد بيدخل في بناء الكلوروفيل فهيدي معاك لون. الزنك 3% بيعمل معاك استطالة. المنجنيز بيخش كمساعد إنزيمي للعمليات الحيوية. المغنيسيوم برضو بيدخل كذرة مركزية في الكلوروفيل، فمهم جدا برضو المغنيسيوم في المرحلة دي عشان يرجع لك اللون تاني. وعندك نحاس 1.5%، برون 1%، العناصر دي كلها بتخش كمرافقات ومساعدات إنزيمية للعمليات الحيوية اللي بتتم داخل النبات. فالنبات عشان يحتاج أو يقدر يعمل
عمليات حيوية من زي البناء الضوئي، يقدر يعمل عملية التنفس، عمليات تكوين الكربوهيدرات، عمليات امتصاص العناصر، لازم يكون محتاج للعناصر الصغرى، فحضرتك هتساعده بمركب مخلوط من العناصر الصغرى. واللي بيميز المركب ده واللي بيخليني برشحه لكل أحبابنا المتابعين إن المركب ده مخلوط أو معقد على سكريات كحولية وأحماض كربوكسيلية. ودايما حضراتكم لو متابعينا هتلاقيني دايما بأكد يا جماعة لما تيجي تستخدم العناصر الصغرى عن طريق الرش الورقي، يبقى حضرتك لازم تستخدمها في صورة النبات يقدر يمتصها بسهولة، ما ينفعش ترشها على ايدها ولا ترشها على ايدها. وده طبعا 90% من المركبات الموجودة في السوق، او لا عايز اقولك 99% من المركبات الموجودة في السوق اللي بتستخدم للرش الورقي بتكون على ايدها وعلى ايدها، ودي سبب رئيسي انك حضرتك مش هتلاقي نتيجة. فالمركب ده على سكريات كحولية، السكريات الكحولية حجمها ووزنها الجزيئي صغير جدا وبنائها خطي، يعني بتدخل صغور النبات بكل سهولة، فبتدخل وبتاخد معاها العناصر الغذائية. فمهم جدا لو حضرتك هتجيب مركب مخلوط من العناصر الصغرى يكون على سكر كحولي أو أحماض كربوكسيلية، أو على الأقل يكون أحماض أمينية، او حتى على الاقل يكون على حمض الستريك او هو الستريك اسيد. يبقى احنا قلنا هنرش مخلوط من العناصر الصغرى بيحتوي على عدد كبير من العناصر الغذائيه، وتضيف معاه بقى حاجه مهمه جدا 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 هقول لك عليها دلوقتي، مستخلص من الطحالب البحريه. مستخلصات الطحالب البحريه، انا عامل اكتر من فيديو على اهميه مستخلصات الطحالب البحريه. الطحالب البحرية هي نباتات بتعيش في البحار وبتكتسب أو بتحتوي على مواد مش موجودة في النباتات بتاعتنا، ولو هي موجودة في النباتات بتاعتنا اللي موجودة على سطح الأرض موجودة بكميات قليلة. فالعلماء اكتشفوا الموضوع ده وبدأوا ياخدوا المستخلصات والمركبات الموجودة في الطحالب البحرية. الشاهد إن الطحالب البحرية بتحتوي على مركبات بترفع مناعة النبات، بتحتوي على أحماض أمينية، بتحتوي على هرمونات نباتية، بتحتوي على ألجينيك أسيد، بترفع الإجهاد الحراري وبترفع الإجهاد المائي، وبتساعد النبات على مقاومة الأمراض. يبقى حضرتك مهم جدا ترش الرشة دي، رشة مستخلصات طحالب بحرية مع مخلوط من العناصر الصغرى، هترشها بعد ري المحياة، لأن الناس كتير بتسأل نرش قبل الري ولا بعد الري؟ عشان النبات يقدر يمتص العناصر الغذائية أو يقدر يمتص أي رشة حضرتك هتضيفها أيا كانت، لازم يكون النبات برضو العصارة فيه متحركة، ولازم ما يكونش عطشان، ولازم حضرتك ما ترشش النبات وهو مجهد، ما ترشش النبات أثناء ارتفاع درجات الحرارة، ما ترشش النبات أثناء انخفاض درجات الحرارة الشديدة. عندنا سلسلة عن محصول القمح هسيبها لك هنا دلوقتي وهتظهر في الركن ده، حضرتك مهم جدا تدوس عليها بعد ما تخلص الفيديو، هتلاقي معلومات هتساعدك ان انت توصل للمحصول بتاعك محصول القمح لاعلى انتاجية. مش هقول لك 25 و30 اردب، انت ممكن توصل اكتر كده، اكتر من كده ان شاء الله. وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.